خالد غلطان وانا ليا كلام تاني معاه. اللي عمله ده غلط ولازم يتحاسب عليه. الحق حق ربنا يعني. خالد اخوه معذورين. ايه معذورين؟ انت اللي بتقول كده يا جلال؟ حطي نفسك مكانه. ايه اللي يودي سامي شقتك؟ ايه كلمني لقاني واقفه مع العمال لوحدي وانتوا الاثنين مش موجودين. امجي ابن عمي يعني مش حد غريب. ايه المشكله يا انا جلال؟ هو احنا هنفكر زي الناس المتخلفين ولا ايه؟ هي دي الناس اللي احنا عايشين وسطها ولازم نراعي ده. وحتى لو مرعناش يتفلق. هو جلال كده دايما محبكها ويحط دماغه في الحته الغلط. لعلمك بقى سفر مش مسافره تاني. في دي انت حره بس عشان تبقوا عارفين لما نيجي نقعد هيبقى ركبنا الغلط بسبب الحوار ده. يتفلق. مش كفايه كل لما بشوفه بحس بالذنب؟ ما هما جايبك. ما تسكتي احسن. انت ذنبك ايه يا احمد؟ انا اللي كان ممكن اقول لا بس ما قلتش. انا اللي ما قلتش. تقلقيش يا حبيبتي مش عايزك تقلقي خالص. موضوع العيال ده انسيه. احنا كده كده ممكن نقدم لهم في مدرسه تجريبي وهم كده كده صغيرين يعني مش في ثانويه عامه. ما تخافيش طول ما انا وجلال موجودين في الحياه ما تخافيش من اي حاجه. ربنا يخليك ليا. طيب انا هتكل على الله عندي كام مشوار اخلصهم بعدين اكلمك ونشوف هنعمل ايه في موضوع برج العرب. هو انت لسه قعدت؟ ما تقعد تتغدى معانا يا جلال. قبل ما ارجع هكلمك تجهز البيت عشان نروح نشوف هنفك الجبس ولا هنعمل ايه. حاضر. اكلتي؟ انت ايه خلاص اتعودتي بقى انك انت تخرجي معايا؟ وكنا قعدنا على اي مكان في النيل ولا اي حته. لا هنا عجبني اكتر. خلاص يا ستي لو عجبك هنا نقعد هنا. وكمان عايزك تجيب لي غزل بنات زي ما كنت صغيره. اجيب لك كل اللي انت عايزاه. انا مبسوطه قوي يا بابي ان احنا بقينا بنخرج زي زمان مع بعض. على فكره مامتك برضو كنت بتحب تخرج وتتفسح على كورنيش النيل زمان قوي زمان ايام ما كنا مخطوبين. بجد؟ وانا اللي كنت فاكره اني انا طالعه لك. ما انا هقعد طالعه لها برضه. بس انت عارف يا بابي انك انت جدع جدا مع مامي. يعني مامي قعدت هنا برضه من غير اهلها خالص. وانت قعدت برضه في ظهرها واقف معاها وعمرك ما حسستها ان هي في غربه. على فكره انا ومامتك يعني ارتبطنا ببعض واحنا كنا في الدراسه. وبعدين اهلها ما كانوش موافقين بس هي اصرت وقفت موقف بجد لغايه ما كملنا الحكايه دي. كملنا لغايه النهارده معاكم. بس انت كمان عمرك ما سبتها ولا تخليت عنها. قولي لي يا بنتي. ايه يا بابي؟ ناوي على ايه؟ انا ممكن اكلم احمد. لا يا بابي والنبي عشان خاطري ما تكلموش. فايه اللي انا عملته لكم؟ وبعدين انا مش عايزاك تصغر نفسك عشاني. يا حبيبتي انا يهمني انك انت تكوني مبسوطه وسعيده. وبعدين انا مش هعيش لكم العمر كله. اسمحي لي يعني انت واختك بنات مالكوش اخ يقف معاكم وانا عايز اشوفكم احسن ناس في الدنيا. كفايه وجودك في حياتنا يا بابي الهي يحرمنا منك يا رب. ده امر الله يا بنتي يحصل في اي وقت. عايزين نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هو احمد كاني مش موجوده في الحياه خالص ولا كاني عديت عليك. هعمل ايه غير اني انا هداري خبتي واقفل بقي؟ أنا كده دلوقتي قلقت وخايف عليكي أكتر من الأول. شوفي لو هو مش قادر يواجه واجه أنت مش عيب يا بنتي. حاضر يا بابا حاضر. مساء الخير. انا اسمي كوثر وحابه اديكم ان شاء الله الحساب. كوثر؟ قصدي قبل كوثر مجديه. ازيك يا مجديه؟ والله يا مجديه انا مبسوطه قوي ان انت خدتي قرار انك تكملي تعليمك. طب والنبي ده انا اللي مبسوطه ان حضرتك اللي بتعلميني. الافضل قريبتي. يا حبيبتي بقول لك ايه صحيح اخبار دلال ايه؟ مفيش اخبار عن طنط كريمه؟
أنا بصراحة مقصرة معاها في السؤال الفترة دي، عندي شوية ظروف كده ولخبطة. دلال في هم ما يتلم. هم إيه؟ خير طنط كريمة جرالها حاجة؟ دي دلال في موال تاني، هم لسه بيدوروا عليها. موال إيه؟ خير في إيه؟ مساء النور. ازيك يا احمد؟ تمام الحمد لله. معلش كلمتيني كتير بس ما كنتش عارف ارد عليكي عشان عندي ظرف عائلي. بس مش مهم، مش مهم ولا يهمك. المهم احنا لازم نتكلم في الشغل لان الوقت ضيق، في اتفاق مستعجل لناس مهمين لازم نكون عند حسن ظنهم. معلش انا مش هقدر اقعد معاك كتير علشان عندي ميتنج كمان ساعتين. أنا جيت بس عشان أفهمك إيه المطلوب منك بالظبط قبل ما أمشي. يا ريت تحصلني، دكتور حامد مستنينا تحت. ممكن؟ حصلني لو سمحت. بس انا كده هكون ببيع نفسي زي اي واحده واقفه تحت عمود نور وبتبيع نفسها. ده بيزنس. هو انت ليه يا احمد مصر تسميه التسميات البشعه دي؟ عاوز ارسم لوحات وغيري يحط عليها اسمه واخد قرشين وامشي. ده يبقى اسمه ايه؟ وايه المشكله؟ هو انت يعني عجبك حياتك دي؟ بيتك اتهد والمدرسه شغال فيها مجرد مدرس ومحدش مهتم، وعايز ترسم اغلفه الكتب محدش بيقرا عنها. هو ده الكويس؟ هو ده العظيم؟ بس مش ببيع مجهودي. انا ممكن اموت في الحركه دي الف مره كل يوم لو عملت اللي انت بتقولي عليه ده. اسمع يا احمد، اسمع يا حبيبي، احنا في زمن روحنا فيه بتتمرمغ في التراب كل يوم من غير ما حد يحس بينا. لا حد بيحس بينا ولا حد بيحس بمبادئنا ولا حد بيحس بثقافتنا ولا موهبتنا. محدش بيحس بينا يا احمد، ملناش دور ولا نفرق في اي حاجه. فاهم؟ الله تكون فاهم اللي انا بقوله. انت اللي بتقول كده يا دكتور؟ انت اللي علمتني القيم والمبادئ قبل الفن. بكفر عن غلطتي يا اخي، بكفر عن غلطتي اللي ودتكم في داهية وودتنا احنا كمان في داهية. اسمع اسمع يا احمد، اسمعني وبصني. انت تنسى كل اللي انا قلته، انت تنسى كل اللي انا قلته يا احمد عشان تعيش. انت عملت ده؟ رد عليا، قول لي قافل على نفسك هنا وبتعمل ايه؟ جربت اللي هي بتقوله؟ جربت احساسه؟ قول لي. جرب فلوسه. اوعى تكون فاكر اللي بيحصل ده بيحصل في الفن التشكيلي وبس، لا، بيحصل في الشعر والادب والسياسه والاقتصاد. شباب زيك بيفيد ويستفيد. بس ده سرقه لعرق الناس واستغلال لظروفهم. كله محتاج لكله، ولو انت رفضت في ألف واحد غيرك هيقبل. انا بس بثق فيك عشان الدكتور بيثق فيك. فكر، في معرض بره مصر لشخصيه مرموقه محتاجه لوحتين على الاقل تدخل بيهم المسابقه. انت مش هتعمل اي حاجه، احنا هنوفر لك الماتيريال والمكان اهو موجود تحت امرك في اي وقت. كل اللي عليك انك تركز في الشغل وبس.
وتنسى بقى مشاكل المدرسة وأغلفة الكتب ومشاكلك الشخصية دي تركنها على جنب. المشاكل مش بتتحل غير بالفلوس يا فنان، مش بالمبادئ والقيم. عن إذنكم أنا لازم أمشي عشان عندي ميعاد، وهستنى منك الرد بكرة بالكتير. اسمع يا احمد، تخيل ما تبص لي كده جامد ولا بتاع. بص، اللوحه اللي هناك دي اللي انت بداتها لوحه هائله، وعلى فكره هتعجب العميل بتاعنا قوي. بس اوعى اوعى تخبط في الارض وترفص وتخبط دماغك في الحيطه وتعمل عمايل العلاج بتاعتك، فاهم؟ مش عايزهم يجيبوا حد غيرك. ايوه، مش عايزهم يجيبوا حد غيرك، انت اولى يا احمد، انت اولى يا حبيبي. هنعمل ايه؟ هي كده. ايوه ايه يا مجدية، ايه اللي اخرك كده؟ لسه بدري، معايا دفعه عايزاكي تشوفيها. دفعه؟ ازيك يا دودو؟ كوثر وحشتيني. ازيك يا كوثر، اتفضلي حبيبتي. ميرسي. هاي مجدية، اجهزي وجهزي كريم عشان اعدي عليكم ونروح المستشفى. لا، انا وصفت السكه. يا سلام. اي خدمه استاذ جلال؟ متشكرين. متشكرين. بنتي دي ولا هتتغير. تحبي فيه ايه الايتم ده؟ وادي حسني، اطلع عايزاك. ايوه يا ام، اطلع. هو انا يا واد انت مش قايله لك ما تتلزقش في اللي اسمها مجديه وجوزها دي وتتلطع فيهم؟ وانا عملت ايه يعني يا ام؟ شفتها نازله هي وجوزها على السلم ومعاهم البيت، سالتهم لو عايزين حاجه. وقالوا لك عايزين حاجه يا اخويا؟ لا ما قالوش. وجلال جوزها ده راجل قليل الذوق، ما بينزلش من زور. طب اسمع بقى يا زفت انت، احنا طول عمرنا عايشين في البيت ده ما حدش سمع لنا حس.
ما تجيب لناش مصيبة على آخر الزمن وبطل بقى تتلزق للبت مجدية المهبولة دي. حماتها مسافرة وهي طول الوقت عايشة بطولها في الشقة، ولو حد شافك مش هيحصل طيب. ايه ياما؟ ايه؟ هتلبسيني مصيبة وانا لسه قاعد قدامك؟ والله انت اكبر مصيبة عندي. ايه اقولك بقى؟ ايوة وانت على هنا يا واد، انت مش قايلني النهاردة هتستلم شغلك في قهوة خليفة؟ ايه اللي موقفك بقى في الشارع متلطع مع الصيع اللي زيك؟ معلش ياما، بكرة هنزل من بدري وابتدي. يا ابني اقولها لك ازاي بس؟ معاش ابوك، ما انت عارف ملاليم ما بيكفيش. يا حسن احنا عايشين بالسلف، ولا انت مش دريان بحاجة؟ واختك اهي قاعدة بعيالها، جوزها ما بيدهاش جنيه. بعدين يا ابني لا نفعت في تعليم ولا هتعرف تسد في شغلانة. ده ايه ياما؟ بدل ما انت عمالة تدعي عليا، وبكرة ربنا يفرجها وتاخد النفقة الكويسة ان شاء الله يفرجها. بس على ما يتحكم لها بقى، والله أعلم هيتحكم بكام وإمتى. طب ما تشتغل ياما. تشتغل زيها زي كل بنات الحارة، تنزل وتصرف على نفسها. ولا أنا مكتوب عليا أنزل أشتغل وأصرف عليها وعلى العيال وعلى البيت؟ إيه يا أم حسني؟ إيه؟ هو أنا ما بجيش في خيالك كده ولا في بالك؟ ياما أنا بقيت لا عارف أفكر في جواز ولا حتى أفتح بيت. ولا زي ما بتقولي دايما، أنت مالكش أي 30 لازمة. أنا بفكر فيك على طول يا حسني، ما بنامش طول الليل من كتر التفكير. ده أنت يا ابني مش عارف تساعدنا ولا حتى تساعد نفسك. ادعيلي ياما، بدل ما أنت عمالة تدعي عليا كل يوم كده. وكفاية بقى، بلاش تزوديها. وارحميني والنبي أم حسني، إلهي يسترك ارحميني. تصبح على خير يا أم. احنا في زمن روحنا فيه بتتمرمر في التراب كل يوم من غير ما حد يحس بينا. لا حد بيحس بينا ولا حد بيحس بمبادئنا. ده بيزنس. هو انت ليه احمد مصر تسميه التسميات البشعه دي؟ تتنسى كل اللي انا قلته؟ تنسى كل اللي انا قلته يا احمد عشان تعيش؟ وايه المشكله؟ هو انت يعني عجبك حياتك دي؟ بيتك اتهد والمدرسه شغال فيها مجرد مدرس ومحدش مهتم، وعايز ترسم اغلفه الكتب محدش بيقرا عنها. هو ده الكويس؟ هو ده العظيم؟ مش عايزهم يجيبوا حد غيرك. ايوه مش عايزهم يجيبوا حد غيرك. انت اولى يا احمد. كله محتاج لكله، ولو انت رفضت في الف واحد غيرك هيقبل. انا بس بثق فيك عشان الدكتور بيثق فيك. فكر،
في معرض بره مصر لشخصيه مرموقه محتاجه لوحتين على الاقل تدخل بيهم المسابقه. انت مش هتعمل اي حاجه، احنا هنوفر لك الماتيريال والمكان اهو موجود تحت امرك في اي وقت. كل اللي عليك انك تركز في الشغل وبس. الله الله تكون فاهم اللي انا بقوله. ايه يا جلال؟ ايه يا مجدية؟ انت هتتأخر؟ لا معايا زبون هوصله وارجع على طول. تيجي بالسلامة. الله يسلمك. كريمة كويسة؟ كويسة الحمد لله. طيب ما تستنينيش انت بقى، ها؟ نامي. تصبح على خير. انت من اهل. يلا سلام. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الشغل. عديت عليكي في المطعم وما لقيتكيش. كنت في الشغل يا جلال، هكون فين يعني؟ ما انا اصلي غيرت شغلي، رحت شغل جديد. ما ترديش على تليفوني ليه؟ ولا حاجة يا جلال، صاحب الشغل ما بيحبناش بس بنتكلم في الموبايلات واحنا بنشتغل. وايه بقى حكاية الشغل الجديد ده؟ وايه العربية اللي وصلتك لحد تحت دي؟ ولا حاجة، اما اتأخرت في الشغل صاحب الشغل بس خلى السواق يوصلني لحد هنا. ايه المشكلة؟ مين صاحب الشغل؟ هو احنا في تحقيق يا جلال؟ رد عدل والا مش هتشوفي وش تاني. مين صاحب الشغل؟ ها؟ رجل اعمال. اشتغل في فيلا رجل اعمال. نعم. الشغل ده احسن يا جلال من اللي انا كنت فيه. راجل كويس وصحابه ناس كويسه جدا وهاي كلاس وبيدفعوني مرتب كويس. بقيتي بتشتغلي في البيوت؟ انا ما بشتغلش في بيوت يا جلال، انا بشرف على الناس اللي شغاله عنده في البيت. وبعدين على فكره ده احسن ليا وليك. احسن لي انا؟ احسن ليك. اللي انت بتعمليه ده احسن لي انا؟ هو المحامي بتاعي ده مش محتاج فلوس عشان اعرف اتطلق من عامر ونتجوز بعد كده؟ وانت فاكره ان انا لو اتجوزنا انا هقبل باللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انا بعمله يا جلال؟ الشغل مش عيب على فكره. وبعدين انا اعرف احافظ على نفسي كويس قوي. شوف كده البيت اللي احنا قاعدين فيه، وده فوق السطوح. تقدر تقولي انت جبت ايجاره منين؟ انا لو زنقت في حور امي كان زماني ما عنديش اي مشكله في الفلوس، كان زماني عارف اشتغل. طيب لحد ما اطمن على ماما سيبني اشتغل الشغلانه دي، على الاقل ادبر منها قرشين يسندوني. جلال انا بحبك وعندي استعداد اعيش معاك في اي ظروف. انت رايح فين؟ مروح. طيب ممكن تقعد شويه؟ لا اوعي. لو سمحت اقعد شويه. اوعي. طب خلينا نتكلم عشان خاطري. اقعد. خلينا نتكلم بقى. اقعد. حقك عليا. خلاص بقى. انت عارف؟ كان نفسي قوي يبقى ده بيتك عشان ما تسيبنيش وتمشي.
نسيت ناهد يا احمد. دلالة أنا حاسة بيكي وباللي انتي فيها، بس وحياة أغلى حاجة عندك، اوعي سامي تاني، اوعي تجرحيه. المرة دي سامي مش هيستحمل، ده أطيب وأحن واحد في عيلتنا، واللي يأذيه يأذينا يا دلال. لازم تبقي فاهمة كده كويس.